حصريا الفنان موس ماهر يحذف أغنية بلقيس فتحي طوع قلبك من اليوتيوب. كشف نجم الراي المغربي موس ماهر حصريا لأحد المواقع الإلكترونية عن نجاحه في حذف أغنية الفنان اليمني بلقيس فتحي طوع قلبي. وكان ماهر اتهم بلقيس بسرقة لحن أغنية الغرام الذي جمعته بالفنان الجزائري رضا الطلياني الذي أنتجها منذ سنوات. ولم يتمكن مدير أعمال ماهر من التواصل مع فريق عمل الفنان المذكور، حيث أكد لأحد المواقع الإلكترونية أنه لن يتنازل عن حقوقه الفنية. وفي سياق متصل، تواصلت أحد المواقع الإلكترونية مع بلقيس فتحي التي صرحت أنها قرأت مقالات عدة حول هذا الموضوع وأنها لم تتلقى أي تواصل مع فريق عملها بخصوص هذه الأغنية، كما أنها استمعت لأغنيته مؤكدة أن الإيقاعات الموسيقية الشمالية غالبا ما تكون متشابهة والمقامات أيضا، لكن الأغنية التي قدمتها لا تشبه أغنية موس ماهر بأي شكل من الأشكال وأنها تقدره كفنان وتوجه له التحية، كما تفكر في إمكانية عمل ريمكس معه في المستقبل. حصريا أول تعليق لمخرج أغنية بلقيس بعد حذفها من اليوتيوب. فوجئ عدد من محبي النجمة اليمنية بلقيس فتحي بحذف أغنيتها الأخيرة طوع قلبك من موقع اليوتيوب التي أطلقها قبل أيام وحققت نسب مشاهدة عالية. قرار حذف كليب طوع قلبك للفنانة بلقيس من اليوتيوب جاء بعدما اتهم الفنان المغربي موس ماهر بسرقة لحن أغنية الغرام التي جمعته بالفنان الجزائري رضا الطلياني الذي أنتجها منذ سنوات. وفي هذا الصدد تواصلت أحد المواقع الإلكترونية مع عبد الرفيع العبديوي مخرج كليب طوع قلبك لمعرفة الخطوات التي سيتجه لها فريق عمل الفنانة بلقيس فتحي بعد حذف أغنيتها. وأوضح عبد الرفيع العبديوي أنه لم يكن هناك أي تواصل بين فريق عمل بلقيس فتحي والفنان موس ماهر الذي تقدم بشكوى إلى إدارة اليوتيوب يزعم من خلالها تشابه لحن أغنيته الغرام مع أغنية طوع قلبك. وصرح عبديوي: صراحة ما عندي تعليق، اليوتيوب إذا شي حد قام بتبليغ أنه كاين شبه بين الألحان كيحذف الأغنية حتى يلقاو الأطراف حل بيناتهم، هذا ما كاينش أنه كاين شبه في اللحن. واسترسل قائلا: وأنا سمعت أغاني بجوج ما كاينش شبه، وبلقيس اقترح عليها اللحن وهي ما عندهاش معرفة شاملة على شنو كاين في المغرب، ولكن ما كاينش نية خايبة تقيس حقوق فنان آخر، وكان لازم الأمور تعالج بحكمة وميمشيش الخطوة بحال هذه. يشار إلى أن بلقيس فتحي سبق أن علقت على اتهامات موس ماهر من خلال أحد المواقع الإلكترونية، حيث أكدت أن الإيقاعات الموسيقية الشمالية غالبا ما تكون متشابهة والمقامات أيضا، لكن الأغنية التي قدمتها لا تشبه أغنيته بأي شكل. الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء تراكس تهاجم منتقدي إطلالتها في لندن وما قالته صدم الجميع. تعرضت المغنية الشعبية فاطمة الزهراء الشهيرة بلقب تراكس لحملة تنمر وسخرية من قبل بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي بالإنستغرام. واضطرت المغنية فاطمة الزهراء تراكس للخروج بمقطع فيديو تهاجم فيه منتقدي أحدث إطلالتها أثناء تواجدها بمدينة الضباب لندن. وقالت فاطمة الزهراء تراكس في الفيديو: السلام عليكم، صافا لاباس عليكم، شخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. معمرني ما جيت علقت على شي حاجه، ولكن دابا غادي نعلق. حطيت واحد التصاور في الانستغرام، وانتو كتقولوا في لي كومونتير العروبيه الحنه، رحنا يا مغاربه ما تنساوش، رحنا يا مغاربه من الحنه حرام، كل شيء كيدير الحنه العروبيه. انا عروبيه؟ مين جايه كلمه العروبيه منين؟ عاتي كاينين شي عروبيات والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم تشوفوهم حتى تتمرضوا نفسانيا وتمرضوا عقليا وتمرضوا كل شيء، وتشوفوا العروبيات الحادقات القادات. العروبيه منين جات؟ من العروبه، وصاروا قلبوا على العروبه
في المنجد قلبوا عليها وعرفوها اشنو كتسوى. عاد اجي عايري بالعرويه بالعرويه بحال نتوما زعما كاملين كابرين في قاع فاس. ما عرفتش قول خيرا او صمت، قولي شي كلمه ديال الخير ولا قول شي كلمه ديال الخير. ما كنهضرش غير مع البنات، كنهضر مع كلشي. قولي شي كلمه زوينه ولا ما تقولي حتى شي حاجه. انت ماشي مجبره، ما عرفتش علاش هاد السبان وعلاش هاد البغض وعلاش الكره وعلاش. هو بصح حتي عروبيه وناقشه يديه وناقشه رجليه ولابسه الصايا غوز وتريكو باج وصاك حلو صباط غوز. يا الله وجيت لندن وجيت للانجليز، انتم شنو درتوا؟ فين مشيتوا؟ اش من انجاز حققتوا؟ شنو تبديد المال العام يجر منتخبين وموظفين بجماعات ترابية إلى التحقيق. تلقت مؤخرا الفرقة الوطنية للدرك الملكي عشرات الملفات المتعلقة بفساد جماعات ترابية محال عليها من رئاسة النيابة العامة. كما تلقت الفرقة الوطنية أوامر بإجراء أبحاث في جرائم مالية منسوبة لمنتخبين وموظفين عموميين وتحريك الدعوى التي تتعلق بجرائم أموال في جماعات بضواحي جهات البيضاء سطات ومراكش أسفي وفاس مكناس. ومن المقرر أن يعاد النظر في هذه الملفات بناء على شكايات جديدة تقدم بها متضررون وجمعيات تشغل في مجال حماية المال العام وفي مقدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام. وينتظر أن تعيد الفرقة الوطنية النظر في ملفات تم حفظ شكاياتها بعد مصادر استماع إلى المنتخبين على خلفية شبهات وجود اختلالات مالية وإدارية إثر تصريحات من أعضاء محسوبين على المعارضة في شكايات تقدم بها إلى النيابة العامة. وأشار المصرحون إلى وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية متهمين بعض المنتخبين بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، وهي الاختلالات التي استندوا فيها على محاضر مقررات جماعية وبرمجة فائض ميزانيات السنوات الماضية. تورد الصباح.